انضم احد المشاركين في ضمن مهرجان لي والميزان الترطب. مثل ما تشوفون المهرجان ما يخفى على حد في هذه الايام، تعايش مع هذه الظروف، حقق نجاحات ولله الحمد بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم دعم قيادتنا الرشيد بوجود الاجراءات الاحترازيه اللي نشوفها نحن اليوم. المهرجان اقيم العام لاول مره وهذه السنه للمره الثانيه ضمن تحت شعار اجراءات احترازيه، ونشكر قيادتنا الرشيدة على هذا الدعم المتواصل، وأيضا على اللجنة القائمة على هذا المهرجان اللي انقطعت كل المهرجانات إلا هذا المهرجان. مهرجان ليوي يتميز بالعديد، وأهمه وأساسه دعم المواطن وراعي النخيل في هذه الدار، وهو العمود الفقري يعد لنا نحن كمزارعين، هو الداعم الأساسي لنا. والله مشاركات عديدة ولله الحمد ونتائج طيبة، واليوم ختام المشاركات هاي في نخبة الظفرة هي المشاركة الرئيسية إن شاء الله، متمني من الله التوفيق. والله الهدف من هالمهرجان مثل ما تشوف يعني أن الناس تهتم في المزارع، تهتم في الرطب، وتهتم في إنتاج التمر، والمهرجان هذا يعزز فينا القيم، قيم أهل الإمارات والنخل، أن نعتني في نخلنا، نعتني في المزارع، وأن هذه ثروة لنا المزارع هذه والتمر، ونمشي على خطى الشيخ زايد الله يرحمه، فهو اللي أسس ليوا ودعم المزارعين ودعم المواطنين، وإن شاء الله الله يوفقنا. الحمد لله المهرجان من أفضل المهرجانات، وكل سنة أفضل عن سنة، ولحن بالنسبة لنا يا المزارعين كل سنة نجيب إنتاج أفضل من السنة اللي قبلها. الحين السنة مشاركين في شوط النخبة الظفرة، الحمد لله مشاركنا بست أنواع جديدة، عندي فوق 40 نوع كلها ممتازة، ومدخل مع ذلك نوع أنواع ممتازة السنة، اللي منهن قندة وأم الدهن وبنهويمل وجش فاطمة وأنواع كثيرة الحمد لله. ونشكر اللي قايمين على المهرجان، والله يرحم الشيخ زايد اللي مؤسس، والله يطول عمر الشيوخ.